بنواجه التحرش يوميا. صباح العسل يا جميل. معايا كليات ما تحس وانا جيت جنبك. ايه المزه الجامده دي؟ هاتي الكوره خد اهي صوتي. صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا مريم، انت جايه متاخره ليه النهارده؟ الحصه خلصت. انا اسفه كان عندي مشاكل في الطريق. ما تتاخريش تاني. باي يا ولاد. صباح الخير يا ميس. صباح النور يا بنات، تعالوا في حاجة؟ أصلي يا ميس في حد اتحرش بيا وأنا جاية في الشارع ومعرفتش أعمل حاجة. ما تخافيش يا حبيبتي، ده غير مسموح بيه، هنعمل ندوة عامة نناقش فيها الموضوع ده. أنا لازم ما اسكتش على حقي بعد كده. أنا لازم أشجع بنتي وابني ما يغلطش. انا ما كنتش عارف اني بضايق البنات كده، انا مش هعمل كده تاني. شكرا لحضوركم يا جماعه.